مساء الخير سي فوزي، ورمضان مبارك سعيد باسم طاقم موقع خميسات سيتي. موقع عنده بعض الأسئلة اللي هي مطروحة لجميع الساكنة والمتتبعين لفريق اتحاد الزموري. نبدأ بالسؤال الأول اللي هو شنو هما الأهداف ديالكم من التعاقدات، وشنو في التصور ديالكم خاص بالنسبة لفريق اتحاد الزموري، والهدف السامي بالنسبة لهذا الموسم إن شاء الله؟ أولا عواشر مبروكة ورمضان مبارك جميع المسلمين وجميع المغاربة وجميع سكان مدينة الخميسات. نتمنى من الله يدخلهم يدخل على الساكنة الخميسية بالصحة والهنا إن شاء الله. باش نجاوبك على أولا على الانتقالات، دونك حنا كنا من كملنا السنة وانا دي بلي ان شاء الله اون فا ايسي دو رونفورسي ليكيب بكلكو زيليمون. انا نعقل علاش قلت كلكو زيليمون دو دوزيام ديفيزيون. علاش قلت كلكو زيليمون دو دوزيام ديفيزيون؟ قلت بان لان دوك احسن لعابه نتاع القسم الوطني الثاني. علاش قلتها؟ لان قلت بان اللعابه نتاع دوزيام ديفيزيون سي دي جوار كي سون اللي عندهم اي سون اسوافي، باغيين يوصلوا لواحد المبتغى اللي غادي يكون نفس الهدف ديالي، وحنا باش نكونوا بارمي لي ميور زيكيب ان شاء الله في القسم الوطني الاول. حنا مشينا في واحد التصور، اون دوني دي نو نتاع 6 لعابه، من بينهم كان ثلاثه لعابه من مدينه وجده، وكان لعاب من مدينه بن رشيد، ولاعب من بني ملال، ولاعبين من وداد فاس. نظن بان اللاعبين تاع وداد فاس كان الحارس حارس المرمى والقاضي، وكان تبركاني اللي نظن دخلوا معهم المسيرين في دي نيغوسياسيون. الا ان سي دي جوار كي سون زعما كي اون دوموندي بوكو بلو شير، اللي الفريق الخميسات ما يقدش يخلص ذاك المبلغ اللي كانوا يطلبوه. بالنسبه للاعبين من مدينه، ثالث لاعب من مدينه وجده، لاعب بلي بلي كي اونكور اون كونترا، انا كنت هضرت معاه في وسط العام كان يما برومي باش يجي لانه ما قدش المولوديه ما بغاتش عطاو ورقه. اللاعب الثاني اللي هو قاضي كابيتان ديكيب تاع المولوديه الجديده اللي كنا باغيين باش ندعموه سيرتو او نيفو ديفونسيف، سي ان جوار بوليفالون اللي كيقدر يلعب بليزيور بوست. مشى لمدينه جديده، ونظن بانه في سير ترونسفير دو 80 مليون مدينه الخميسات ما نقدوش اون بو با البيي. جبنا جواد العماري بور لو مومون، وهذا نظن بان سي لو سول جوار كيما كو جي فاليدي سون ترونسفير. لان هذه غتنقلنا للسؤال الثاني او نيفو دو لا فاليداسيون تاع لي ترونسفير. بور لو مومون سي لو سول كو جي فاليدي سون ترونسفير. جلاي دي عبد المجيد سي ان جوار كون ا ريكروتي، موا جيتي با لا، انا ما كنتش هنا، كنت في بلجيكا، ولكن بور لو مومون يعني لي ديريجون اي مون دوني لوتوريزاسيون باش سي جو لاكسبت با نقدر يعني اون بو اغيتي جو سي با لو ترونسفير، ولا اون بو دير اللاعب بان تي نا با ساتيسفي لونترينور. لحد الان درنا دو ترونسفير كما قلت لك، بان دوك لي ترونسفير حتى اللاعب نتاع برشيد دخلنا نيغوسياسيون معاه، لان ولكن هو اختار باش يختار وجهه اخرى، مشى لخنيفره. دونك حنا كنا درنا واحد لا ليست ما استطعناش باش نديروها. دابا دزنا البلون بي، نتوما عارفين بان في البطوله الوطنيه ما كانش بوكو جوار كي بو جوي اون بروميير ديفيزيون، كنستناو بارابور او موان. دابا كنديرو دي تيست بوكو جوار، راكم شفتو هنا كاين بوكو جوار كي فيان تيستي، غنختارو لي ميور جوار اللي غايجيو عندنا تيستيو. نظن كاين ان بروبليم داج، سمعت انا بان في الخميسات الناس تقول بروبليم داج، انا كنقول بان مدينه الخميسات بور لو مومون ما عندناش لاعبين شباب اللي يقدروا زعما يلعبوا في القسم الوطني الاول، ولكن هذا ما كيعنيش بان نقولوا ما كاينش ونريدو. انا بارمي مي سوسي قلتها يعني حتى في الكونترا تاعي، وانا دخلتها يعني بيرسون ملا دوموندي، درت بان غادي نكون ماناجير تيم. علاش؟ باش نشرف ونساعد، ماشي نشرف يعني، غادي نحاول نساعد المدير التقني اللي هو خالد المخنطر، باش نحاولوا ما امكن نراترابي ان تو بتي بو لو غوتار او نيفو دو لا فورماسيون نتاع لي جون، وغادي نكريو ان شاء الله اون سيريل ديليت. يعني غادي نحاولوا ما امكن نختاروا لي ميور جوار بارمي لي كادي اي لي ميور جوار بارمي لي جينيور، ونديروا لهم ان شاء الله دي سيونس سبيسيفيك، وغادي
نكون انا من انا ان شاء الله شي مدرب نتاع لي جون اللي نبقاو نعطيوها باش نحاولوا ما امكن نراطرابو هاد لو روتار باش دون لافنير ان شاء الله ما نبقاوش الخميسات ما تبقاش تحتاج تجيب لاعبين برا يعني نكونوا نوجدوهم ان شاء الله. وهذا سي با ان بروبليم جوست نتاع الخميسات مي سي ان بروبليم نتاع لا ماجوريتي دي زيكيب في البطوله الوطنيه كتشوفوا حتى الرجاء كتشوفوا المغرب التطواني شوفوا كلشي الفرق كتحتاج تمشي تجي لاعبين يعني واجدين. حنا ان شاء الله غادي نحاولوا في المستقبل باش نوجدوهم في هذه السنه سي نوتر بريمير اني في اون بريمير ديفيزيون ان شاء الله غادي نحاولوا ما يمكن نختطبوا دي جوار بارابور مويان اللي عندنا لان الفريق نتاع مدينه الخميسات فريق او نيفو فينونسي مانو اوني تري 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 مويان يعني ما غاديش نقولوا بان من الفرق الضعيفه او من الفرق الغنيه يعني فريق جد متواضع في من الناحيه الماديه رغم ان راكم عارفين بان كاين مجهود من طرف لي ديريجون اون بو با لي نيي كان مجهود السنه الماضيه لي جوار زي تي بي اتون نتمنوا من الله هذه السنه باش يكون هذا المجهود ونحاولوا ما امكن ان شاء الله حنايا سيرتو او نيفو تكنيك وكنقول هذا الشيء عليا انا والاداره التقنيه باش نشتغلوا ونهزوا من المستوى نتاع اللاعبين تاعنا. هنا ندخل في السؤال التالي نتاعك اللي هو كتقول بان اسكو لي جوار نتاعنا يسخون كابابل باش يسيروا البطوله نتاع القسم الوطني الاول. انا كنظن باللي ما كاينش غرون ديفيرونس ما بين لي زيكيب لا ديفيرونس كتبقى في الاجتهاد نتاعنا لا حنا ولا اللاعبين باش نهزوا من المستوى نتاعهم. وحنا كتشوفوا كنشتغلوا مرتين في اليوم واخا شهر رمضان باش نحاولوا ما يمكن باش نوجدوا للسنه لان هذه سي اوني اون تران ترافاي لا باز نتاع توت لاني. حنا كنوجدوا لاعبين ان شاء الله ونتمنوا من الله باش يوفقنا ونرضيو الجمهور الخميسات ونكونوا من الفرق اللي يعني كتلعب من اجل المراتب الثمان الاولى ان شاء الله. انا شوي تري امبيسيو واخا المسيرين قالوا لي وي بروميير بلاس انا كنقول شوي كنكون ان شاء الله نتمنى من الله باش نكونوا نلعبوا بارمي لي 5 بريمي ان شاء الله. شكرا استاذ جمال على سعه الصدر ديالك والشرح ديالك التفصيلي باسم الطاقم الفني والاداري. كنتمنوا اننا ان شاء الله نشوفوا فريق اتحاد الزموري يدخل البريمير ديفيزيون بامتياز وتالق ان شاء الله ومسيره موفقه. ان شاء شكرا. الله وهذا هو لو سوسي نتاعنا وان شاء الله احنا غادي نزيدو نجتهدوا ونزيدو نشتغلوا نطلبوا من الله في هذا شهر رمضان باش تدخلها الصحه والهنا نتاع الساكنه الخميسيه ان شاء الله. شكرا.